وصلنا لنهاية بقى الألعاب اللي عندنا هنا على الترابيزة، ونهاية كمان الجزء الأول من رحلتنا دي. آخر لعبة، والأستاذ مالك كسب اللي فاتت، وفي أمل يكسب اللي جاية ونبقى تعادل. في أمل ولا مفيش؟ في أمل. في أمل ولا مفيش يا بنات نكسبهم بقى؟ في. نكسبهم بقى خالص. يلا نشوف. هنلعب أكس أو طبعاً، فريدة ومالك هيعملوا الووتر فليب، والأستاذ ياسين والأستاذة خديجة اللي هيحطوا الأكس أو ويعملوا التكتكة كلها. يلا يا فريدة. يلا تبدأ. أيوة يلا. ليديز فيرست يا أخي. يلا يا ولد يلا على طول بقى أسرع. فريدة ماشي. يلا يا مالك. الله، حط يا ابني الاكس. برافو، يا سلام، تكتيك برضو. ايه شاطر قوي. يلا ماشي. يلا مالك. يلا يا فريد. ايه الحوار ده؟ ماشي. يلا يا مالك. ايه دي؟ يلا يا مالك. يلا يا فريد. تعملوا كده ليه يا ولاد؟ الله، حطي اهو. يلا حلو، بيقول لك مشجع اللعبه الحلوه اهو. ماشي. ماشي. مش قوي يعني، فاهمين؟ ما تعملوهاش قوي. ماشي. اوبس. يلا يلا. ماشي يلا. عاملها ثانيه؟ لا. حط اكس. برافو. ايوه. يا سلام. يلا. يا رب. حطي اهو. يا سلام. ما اكيد عارف هتحط فين، ما لازم نبقى عارفين هتحط فين. يلا او اكس. يلا. لا دي بعيده قوي دي. لا ما تعملهاش بعيده قوي. لا ما تعملهاش بعيده قوي، ما تعملهاش بعيده قوي كده. ماشي. ماشي. يلا يا ملوكه. انت مش عايزين نخسر. بيقول لك مش عايزين نخسر. ركز. هتحطها فين؟ هناك. هات انا احطها لك. بروف. يلا ماشي. يلا. الله، حطي الاو. يلا يا انتوا هتكسبوا، يا انتوا هتكسبوا. هي واحده بس هتحدد مصير اللعبه دي. يلا يا ملوكه. ايوه. يلا فريده. يلا يا مالك. ما تعملوش عالي قوي. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. وبكده يبقى كسب الفريق الاصفر اخيرا، وتعادل ما بين الفريقين، وهنخلص الحلقه متعادلين. وما تروحوش في اي حته خالص، احنا لسه مكملين، عندنا جزء تاني بكره في نفس الميعاد، وعندنا العاب وتحديات تانيه. بس النهارده انا عايزه اقول لكم انتوا اتبسطتوا؟ اتبسطتوا قوي قوي قوي. طب قول لهم باي باي.